رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك، ومنورنا اكيد النهارده في كلام في الميديا. اهلا بك يا استاذ شيما، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا عندنا كلام كتير قوي نتكلم عليه النهارده. نتكلم اكيد عن منتخبنا الوطني الاول وفوزه النهارده على سوازيلاند، وطبعا مشواره في تصفيات امم افريقيا 2019، واكيد برده هنتكلم عن النادي الاهلي ومشواره في الدوري دوري ابطال افريقيا، وباذن الله برده هنتكلم عن الدوري المصري بشكل عام والحاجات الجديده اللي ظهرت في الموسم الحالي. خلينا الاول نبتدي مع المنتخب الوطني الاول. شفت اللقاء؟ طبعا شفت اللقاء النهارده ازاي؟ بص، هو طبعا مباراه سهله جدا. يعني لاول مره، يعني طبعا التوقعات مباراه زي دي تكون سهله للمنتخب الوطني زي ما حصل المباراه اللي فاتت الجوله الثالثه. بس كان من المتوقع ان المنتخب يجيب يحرز اكتر من كده، اكتر بكتير. طبعا وصل المرمى كتير جدا، بس طبعا في معظم اللعيبه اهدروا فرص كتيره. ويعني الهدف الاولاني كان لازم يتسجل من كره ثابته، يعني كان الحل السحري للوصول لمرمى المنافس او هز شباك المنافس من خلال كره ثابته من ضربه ركنيه. طبعا عملها عمرو ورده، واحمد حجازي نقطه تحت السحاب لعبها السحاب طبعا باقتدار، وتوالت الفرص الضائعه بشكل غريب، بشكل فيه رعونه وبشكل فيه استسهال وعدم مبالاه الحقيقه طبعا. وليه بس ملحوظه طبعا على موضوع التشكيل، يعني ان انت بتلعب باثنين ديفندر واثنين صانع العاب، دي كانت لغز كبير قوي. انا ليا تعقيب على الموضوع ده. في الشوط الثاني كان التغييرات الكتير او التغييرات اللي عملها المنتخب الوطني ما اصفرتش عن تسجيل اهداف الا هدف واحد طبعا عن طريق مروان محسن في الوقت اللي كان فيه المنتخب كان لازم يوصل باشكال ثانيه، باشكال خططيه ثانيه وتكتيك ثاني خالص. بس مش عارف للمدير الفني، هل هو بيريح لعيبته؟ هل هو بيجرب لعيبه جديده عشان يقول لهم مع السلامه بعد كده؟ كان لغز كبير جدا، لغز الاداء، اداء المنتخب الوطني ما كانش على ما يرام، لا يتناسب مع ان كونه بيلعب منافس متواضع جدا للغايه، بدايه من حارس المرمى لحد الفرود، يمكن عندهم لاعب واحد بس هو في وسط الملعب ولا الاشول، هو ده افضل يعني احسن الوحشين زي ما بيقولوا. لا، المنتخب الوطني يعني كان يقدر النهارده ان هو يزود غلة الاهداف بعدد اكبر بكتير جدا عشان يثبت وجوده في الوقت. يعني صحيح. يعني المنتخب الوطني او الجهاز الفني لم يختبر حتى الان، اللقاءات كانت قصاد النيجر وقصاد سوازيلاند، منتخبات متواضعه جدا فنيا بالظبط، والتسجيل فيها حتى باهداف كتيره ما كانش ابدا هو ده المقياس لمنتخبنا الوطني اول حتى لاجير المدير الفني للمنتخب وخططه التكتيكيه. اكيد، لان طبعا معظم يعني المباريات دي هو لعب ثلاث مباريات متواضعه للغايه، اشبه المباريات التجريبيه الوديه اللي بيستعد بها للمباريات الرسميه. صحيح. انا من وجهه نظري دي مش مباريات رسميه. الاختبار الاول هو تونس؟ لا طبعا. صحيح. طبعا ده المحك الرئيسي، انت لازم تكسب تونس عشان تبقى اول. يعني هو دلوقتي يعني حتى لو متساويين مواجهات المباشره لصالح تونس، لكن لازم تكسب تونس على الاقل 1-0 هتبقى زيها، بس فرق الاهداف يبقى لينا احنا في المركز الاول، لابد ان احنا نركز المركز الاول. بالنسبه للقاء النيجر وتونس دلوقتي، فبيقولوا لي دلوقتي النتيجه 2-1 لتونس. احنا في الشوط الكام؟ في الشوط خلاص ده كده انتهى الشوط الاول، لسه هيبتدي الشوط الثاني مع انتهاء الشوط الاول، فنتيجه لصالح تونس بهدفين لهدف النيجر. حتى الان طبعا تونس هو اللي على القمه متصدر. صحيح. وهيبقى مباراتنا مع تونس هي بين المركزين الاول والثاني، لان فرق كبير قوي انك تاخد اول قبل ما تروح الامم الافريقيه، فرق تاخدي ثاني هتبقى تصنيف ثاني، هتبقى ضمن فرق قويه. صحيح. اعتقد ان الفرصه فعلا لسه قدامنا فرصه ان احنا جداً نصعد اول. جدا احنا يعني، بس هي المشكله المنتخب مش واقف على تشكيل ثابت. انا شايف ان هو بيغير سردباكات، حتى مش هم يعني احمد حجازي هو ده العمود الفقري لخط الدفاع، وما بيتغير بقى مع باهر المحمدي مره، علي جبر مره، مش عارف مين مره، مش ثابت على قلب الدفاع. هو بدا يثبت حتى الباك رايت احمد المحمدي، هي طبعا لغز كبير جدا بقى له 10 سنين مع المنتخب وبيلعب في ناحيه الرايت، ما قدمش الاداء اللي يخليه يثبت
وده رمز كبير قوي ان لعيب دولي في كل المنتخبات بيشارك بيخش ضمن الترشيحات ولكنه ما بيشاركش اساسي. النهارده لعب اساسي ما اثبتش حتى وجوده ان يقول انا اهو يعني كان في اكتر من عنصر المفروض ان هو يحل حل. انا متوقع ان هو هيستبعد في لقاء تونس. اما ايمن اشرف بيثبت قدمه مباراه عن اخرى واعتقد ان هو هيبقى من العناصر الاساسيه. اثنين الديفندرات سواء النني او طارق حامد لا غبار عليهم مش هيتغيروا، هم دول الاساسيين سواء في مباريات اللي نتيجتها محسومه سلفا زي النيجر وزي سويسرا او مباراه تونس، هم دول الاثنين اللي طلعنا بيهم حتى من المنتخب من تشكيله منتخب كوبر. حسين الشحات، طب لو احنا جينا نبص لازم طبعا نرجع نتكلم على حسين الشحات. بس عايز اسالك عن الفرق ما بين اجيري وهكتور كوبر، شايف الفرق في ايه؟ الفرق ان انت متحرره بتلعب كره مفتوحه وكره هجوميه اكتر، مفيش تحفظ دفاعي جوه اللقاءات، بس مش حاسه بالتنظيم. كوبر كنا حاسين بالتنظيم، يعني في دماغه هدف. هو طبعا في دماغه هدف عقيم، انا معاك. هو الدفاع ثم الدفاع ثم الهجوم. لكن تحس ان الراجل عايز حاجه، بيعمل حاجه. انا بدافع وانا بسستم اموري على كده، انا بدافع وبقول لكم ان انا بدافع بالظبط كده، واضح للرؤيه. لكن اجيري عارفه بيلعب ايه؟ لعبه الاختبارات. جايب لعيبه لسه بيتعرف على اللعيبه لحد دلوقتي، بيتعرف على مستواهم الحقيقي. رغم ان هم معروفين سلفا، يعني مثلا اكتر من لاعب شارك هو مش بالصبغه الدوليه يعني. وهو نفس الناس يعني، احمد حجازي، محمد الشناوي، طارق حامد، النني، دول العناصر الاساسيه اللي كسبهم من الفتره اللي فاتت. معانا دلوقتي عبر الهاتف من سوازيلاند كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. مساء الفل على حضرتك يا كابتن احمد، والف الف مبروك لحضرتك والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول وللعيبه ولمصر كلها. الحمد لله رب العالمين، مبروك ليكي ومبروك لكل المسؤولين عن الرياضه في مصر. الحمد لله النهارده اداء كويس ونتيجه كويسه، وتقريبا ان شاء الله يعني بشكل كبير يعني تاهل للبطوله الاقصيه. كابتن احمد، عايز اعرف من حضرتك بقى الحاله النفسيه للعيبه والمعنويه طبعا بعد الفوز النهارده في اللقاء واللي اكيد كان سهل على منتخبنا الوطني الاول. لعيبتنا لعيبه كبار وكلهم يعني عرفوا حجم المسؤوليه اللي عليهم، ساعات مشروعهم الحمد لله ادوا اداء رائع بشكل متوازن، وكانت النتيجه في النهايه مرضيه الحمد لله، وان شاء الله بجاي كمان يكون احسن واحد ان شاء الله اكيد باذن الله. عايز اعرف برضو او اطمن من حضرتك، ان شاء الله بعثه منتخبنا الوطني الاول هترجعوا امتى بالسلامه ان شاء الله للقاهره؟ احنا ان شاء الله هنلتقي الفريق يمكن 10 او 10 ونص يعني 10 ساعات كمان كده الطيران، دي خمسه عنتيبي وبعدين نشهد حساب البنزين وبعدين نطلع من عنتيبي على مطار القاهره ان شاء الله 5 ساعات كده. ان شاء الله توصلوا بالسلامه. وبرضه عايز اطمن من حضرتك لو في اي وجود لاصابات بعد اللقاء النهارده لا قدر الله. لا الحمد لله، هو كوكا يعني مش عارف شركه فيها ربنا يسلمك بحاجه. طيب تقييم حضرتك للشناوي النهارده؟ لا لا يعني رائع، كان اكثر من رائع. كل المحاولات اللي جت عليه تعامل معها بشكل كبير وهدوء يعني قوي جدا، حارس ان شاء الله يعني يلعب لمصر مصر ان شاء الله باذن الله. الشناوي يمكن هو اكتر لاعب اتعرض لانتقادات قبل المباراه او بعد المباراه اللي فاتت بسبب الهدف اللي دخل فيه، هل حضرتك اتكلمت معاه وحاولت ان انت تعلي من روحه المعنويه شويه؟ انا بتكلم في حارس كبير، حارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر وحارس منتخب مصر في كاس العالم وواخد بطولة في كاس العالم، يعني اذا كنا بنتكلم فبنتكلم عشان المجالي وعشان يعني طبيعي احنا ما بنحكمش بالقطعه ولا طبعا بنتكلم على لا يعني هو حارس كبير مستنيين منه كتير، هو بقيه الحراس يعني عندنا حراس الحمد لله جنوش وعواد صحيح وجبل وحراس اخرين يعني مفيدين جدا في الدوري المصري، يعني دايما بقول كده وببالغ يعني المركز ده مركز الصمت جدا.
كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخبنا الوطني الاول، نورتنا في كلام في الميديا، والف الف مبروك لمنتخبنا الوطني الاول وللجهاز الفني ولاعيبه منتخبنا الوطني واكيد لمصر كلها. فوزنا النهارده وطبعا مشوارنا الحافل بالانجازات لحد دلوقتي بسبب زي ما كنا بنتكلم المنافسين اللي بنقابلهم لحد دلوقتي، مشوارنا في تصفيات افريقيا حافل بالانجازات والاهداف الكتير قوي قصاد المنافسين، لكن بنرجع دايما ونقول ان لغايه دلوقتي مفيش منافس قوي قابلناه ونقدر ان احنا نقيم مستوانا من خلاله. رغم ان احنا ده الفوز الثالث على التوالي على المحفل الافريقي، الا ان ترتيبنا محلك سر. للاسف. للاسف الشديد، وتراجع ترتيبنا عالميا. معانا 12 هدف. رغم ان ثلاث مباريات فوز انتصارات. و12 هدف الا ان تراجعنا عالميا وعلى المستوى الافريقي يعني بعد المركز العاشر، ده طبعا للاسف الشديد. لذلك التقييم ان احنا نقيم فريقنا ومنتخبنا امام النيجر وامام سويسرا طبعا تقييم ظالم جدا مهما يطلع من الخبراء. عشان نطلع بقى من المشكله اللي احنا فيها في الترتيب دي محتاجين ان احنا نفوز ان شاء الله على تونس، ونصعد كاول من مجموعتنا. هيدينا قفزه طبعا، ده هيدينا قفزه مختلفه اكيد. عايز اقول ان المباراه لم يستثمرها البعض من اللاعبين يعني انت الفرصه اللي اتيحت لي ما استثمرهاش. يعني مثلا انا شايف ان عمرو ورده هو افضل لاعب النهارده في المباراه الحقيقه طبعا بلا استثناء، وخد حريه اكبر من اللي كان بياخدها مع هيكتور كوبر. الحقيقه حريه هجوميه اكتر من حريه دفاعيه رغم تميزه في الناحيتين. الشحات طبعا حسين الشحات ما استثمرش الفرصه رغم ان هو جه من بدايه المباراه والسبوت عليه، ومكان محمد صلاح هو طبعا مقارنه يعني شبه ظالمه، ولكن جات له الفرصه النهارده. هو مشكله النهارده اجير ان هو لعب اثنين صناع العاب في مباراه محسومه سلفا. يعني كان الاولى ان يلعب بهاف ديفندر واحد ويلعب بثلاثه او باثنين صانع لعب واثنين فراوده، وده اللي عمله الشوط الثاني ولكنه لم يهز الشباك لما نزل كوكا مع مروان المحسن بقى اثنين فراوده وصانع العاب واحد. كان المفروض انه يلعب الكلام ده من بدايه المباراه عشان يقدر يوصل للمرمى بشكل تكتيكي اكتر. انا بشفق النهارده على حسين الشحات، واعتقد ان حسين الشحات اهدر الفرصه بشكل كبير في المرات القادمه، ان هو ما قدرش يثبت وجوده النهارده وما قدرش يتمسك بالفرصه. احمد المحمدي خبرات بالونيه، يعني بمعنى ان بقى له 10 سنين مع المنتخب مش عارف يستثمر فرصه ان يلعب اساسي، ورغم ان احمد فتحي ساب لهم السكه وساب لهم الفرقه بعدم الاختيار، الا ان احمد محمدي اهدر الفرصه، واعتقد انه مش هيكون ليه وجود في المباراه القادمه. مع ايمن اشرف الحقيقه طبعا ثبت وجوده، واعتقد ان هو هيبقى من حجز مكانه خلاص. حجز مكانه هيبقى من الناحيه الاساسيه. الاثنين كوكا ومروان محسن محتاجين حد ثالث يزق معاهم. طبعا اصابه احمد علي في قبل السفر وفتره الاستعداد للمباراه دي طبعا اربكت حساب المنتخب، واصبح مروان محسن بس مع الوقت مروان بدا يثبت وجوده كراس حربه للمنتخب الوطني يعني. صحيح. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني، ملف مهم جدا بعيدا عن المنتخب الوطني، وانه برضه في الاخر هو بيرتبط بشكل ما بمنتخبنا الوطني الاول. اعتبار او يعني القرار اللي اتطرح او الفكره اللي اتطرحت باعتبار لعيبه شمال افريقيا ان هم يلعبوا في الدوري المصري الممتاز على اساس ان هم لعيبه محليين او يتعاملوا نفس معامله المحليين. قد ايه القرار ده او الاقتراح ده ممكن ياثر سلبا على منتخبنا الوطني الاول؟ طيب اتحاد الكره عودنا ان هو يعمل اختبارات بالونيه وفرقعه اعلاميه ويشوف يجس نبض الدنيا عامل ازاي. صحيح. مش يجس نبض بقى الشارع المصري الكره وبس، ده بيجس نبض المسؤولين ويجس نبض المديرين الفنيين في الانديه وهكذا، مسؤولين الرياضه. لما لقى الدنيا مش زي ما هو عايز متوقع. صحيح. قال لك لا دي مجرد فكره ومين قال كده؟ لا ده مش هنطبق السنه دي. طب عالم السنه الجايه بقى يحصل ايه؟ خليني اسالك، لو فعلا تم تطبيق، افتراضا تم تطبيق الفكره دي بمعامله اللعيبه الموجودين في شمال افريقيا او لعيبه شمال افريقيا زي الجزائر تونس المغرب، اللعيبه دي لو موريتانيا، اللعيبه دي لو اتعاملت بمعامله اللعيبه المصريين مع وجود برضو نفس الكلام ده
بيطبق على لعيبه فلسطين ولاعيبه سوريا. ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا دلوقتي هنروح مثلا نبص للفرقه فرقه واحده في الدوري المحلي كلها اجانب. لا اللي هيحصل بقى ان يا بص ده في لاعب مصري قاعد احتياطي حتى مش بيلعب اساسي. اذا كان لم مع وجود ان في بند اربع اجانب في كل فريق بنلاقي ان دايما الفراوده اجانب. طبعا اللعيبه السوبر كلهم اجانب. اكيد اكيد. يعني لو بصينا للنادي الاهلي هنلاقي علي معلول موجود، هنلاقي وليد ازارو موجود، ودول اهم مثلا لعيبه جوه النادي أكيد الاهلي. اكيد كذلك هتلاقي برده في نادي الزمالك لعيبه مهمه برده كلهم اهمهم هم الاجانب، في المصري في الاسماعيلي. بالظبط. فاكيد اللعيبه الاجانب يعني المتميزين دلوقتي برغم ان هم اجانب وكل نادي ملوش حق غير في اربع لعيبه بس، تخيل بقى لما تكون مفتوحه على الاخر قدام الانديه هيعملوا ايه؟ انا مش عارف القرار ده الاقتراح ده يعني مين صاحبه ومين اللي متبني الموضوع ده، هل هو قرار سيادي ولا سياسي ولا رياضي ولا ايه بالظبط، وايه هو فلسفه القرار او فلسفه الاقتراح وما هو جدواه وما هو الاستفاده بقى الاستفاده في في المستقبل سواء على الشورت ران او اللونج ران. ايه اوجه الاستفاده؟ اولا ده هيدمر حاجه اسمها المنتخبات لا واللعيبه كمان المصريين هتقعد في بيوتها ما هو اللي بتقعد في بيوتها هيدمر المنتخبات عامه. بالظبط كده. فهو هل هي توأمة رياضيه؟ احنا اتعودنا لما نتكلم عن بروتوكول تعاوني مش بروتوكول سنوي طول السنه او احنا هنجامل او احنا هنبقى هنروح هناك نبقى اسيست. طب ما نديهم الجنسيه بالمره، وندي اللاعيبه بتاعت شمال افريقيا دي الجنسيه ويمثلوا بقى المنتخب ويطلع منهم لاعب كويس يمثل المنتخب. طبعا غلط جدا، يعني قرار غير مدروس، اقتراح غير مدروس بالمره. طب مين قاعد مع مين يقترح الكلام ده؟ ومين هل هو جمعيه عموميه عربيه؟ قال ان ده كان على هامش اجتماع الكاف اللي كان موجود في شرم الشيخ يمكن من اسبوعين او من اسبوع هنا في مصر. فالكلام جه على هامش اللقاءات اللي كانت موجوده في الاجتماع ده. طب هل هو معد سلفا او ينزل في جدول الاعمال ولا مجرد دردشه كده واحنا قاعدين بنتعشى؟ حتى وقتها صرح الدكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال موافق على الاقتراح ده تمام، بس صرحوا بقى المنتخب مش لازم منتخب. طبعا واحنا اهم حاجه عمال احنا عاملين المنظومه دي كلها والمسابقات دي كلها مين الهدف منها؟ ان المنتخب. احنا نحسن من المنتخب. بالظبط. يعني لازم نحسن، يبقى ده هدفنا. اتحاد الكره معمول اصلا ليه؟ هو عشان المنتخب. لو جينا نبص للبطولات المحليه الدوري والكاس معمولين ليه؟ عشان يكون في منافسه نطلع منها لعيبه كويسه جدا. بالزبط. تمثل منتخبنا الوطني اول في بطوله بقى مهمه زي كاس العالم. بالظبط كده. يعني احنا عاملين مسابقات ناشئين ليه؟ عشان منتخبات الناشئين. عاملين مسابقه الممتاز ليه؟ عشان المنتخب الوطني هو الممتاز به، عشان تنقي افضل العناصر. طب احنا دلوقتي طب لو بصيت لتشكيل المنتخب النهارده كله معظمهم 90% كلهم من اللعيبه المحترفين، ما فيش الا محمد الشناوي وايمن اشرف بس، هو تقريبا اللي محليين. طب لحد امتى؟ بص اعظم نتيجه عملها المنتخبات مع اللعيبه المحليه باستثناء طبعا ودخلنا كاس العالم الفتره اللي فاتت دي، وطبعا كل محمد صلاح يعني ربنا يكرمه ويحرسه يعني. وعدم وجود محمد صلاح النهارده كمان كشف المنتخب بشكل كبير وخلاه فعلا اسمه منتخب محمد صلاح. منتخب صلاح يعني لازم فعلا محمد صلاح يشارك بشكل كبير مع المنتخب. يبقى يعني من وجهه نظر حضرتك شايف ان عدم وجود محمد صلاح او غياب صلاح عن لقاء النهارده فرق كتير مع منتخبنا الوطني؟ محمد صلاح يجي يقعد على الدكه هيفرق مع المنتخب، هيفرق مع اللعيبه بتاعت المنتخب وهي في الملعب حتى وهو قاعد على الدكه. لكن انا بتكلم على المسابقات، المسابقات هنا لازم لابد. فاكره لما كان في حراس مرمى وبالانطوان ومش عارف وما كانش عندنا حراس مرمى؟ لما اتلغى القرار طلع لنا بقى، طلع لنا نادر السيد وكابتن شوبير ومش عارف، وطلع ابتدى الدوري يفرز حراس مرمى بشكل كبير. النهارده احنا عندنا ما شاء الله ست حراس مرمى دلوقتي سوبر، ما تعرفيش ممكن مين يلعب مكان مين، احمد الشناوي ولا محمد الشناوي ولا عبد عواد ولا ابو جبل ولا مين بالظبط ولا جنش. كلهم. طب انا بتمنى ان يحدوا عمليه الاستيراد اللاعبين من الخارج. واحنا المنافسه المحليه هي منافسه في الوقت الحالي منافسه وهميه، يعني انا شايف ان بتفرز لعيبه اجانب. طب احنا استفدنا منهم ايه؟ الا في العنصر التسويقي فقط.
واحنا مش عاملين الكرة عشان عمليه تسويق. طب انت شفت ازاي الاول قرار معامله اللعيبه السوريين والفلسطينيين، معامله اللعيبه المحليه، شفت مين استفاد من القرار ده في الدوري المصري؟ كم لعيب سوري في الدوري؟ لا كم لعيب جه ومشي ما حدش سمع عنه حاجه. بالظبط. سواء في الاهلي في الزمالك او في انديه ثانيه، في ناس جم ومشوا ما شفناهمش. لا بص، احنا لما نيجي نفتح الباب نفتح الباب الاقوى مننا، صحيح، عشان احنا نعلى نبقى زيه، لكن للاقل يرتاحوا بالمستوى العام للدوري المصري كده يجرنا لتحت، صحيح، مش لفوق. لان في الاخر لما تلاقي مثلا لعيبه من المغرب من تونس من الجزائر دول عايزين يجوا مصر ليه؟ اكيد لو هم لعيبه سوبر عندهم طموحات ان هم يطلعوا على اوروبا مش هيرجعوا على مصر. ولو ان ده برضو لا ينطبق على علي معلول ووليد ازار. لا اكيد اكيد اكيد، لكن هم الطموح هنا. انا الطموح هنا ان انا يعني اولادي اولى بيا زي ما بيقولوا يعني. والا احنا عندنا لعيبه بتحترف، خصوصا ان احنا كمان ماديا مش هنديهم الفلوس اللي ممكن تديها لهم مثلا الامارات او الانديه اللي في قطر او الانديه اللي في السعوديه. بالظبط بالظبط، هو فتح باب الاحتراف هو ده دلوقتي هو الحل الوحيد. لكن هل احنا لما فتحنا باب الاحتراف كم لعيب ثبت وجوده بره وكم هو عمود فقري في اي فرقه بره؟ مفيش، باستثناء محمد صلاح ويمكن احمد حجازي شويه، لكن بقيه اللعيبه حتى محمد النني حتى كوكا احمد المحمدي الناس دي كلها برضه كان في لعيبه مصريين بيأدوا اداء كويس جدا في الدوري السعودي زي عبد الشافي مثلا كان بيأدي اداء كويس جدا مع فريقه. بس عبد الشافي دلوقتي خلاص بره المنتخب. انا بتكلم على زمان. بتكلم على اللي انت هتحتاجيه دلوقتي. صحيح. انا شايف ان مباراه تونس دي مش اختبار اللعيبه بس، هو اختبار للجهاز الفني. وما يغرناش طبعا ان احنا بنكسب الماتشات دي، احنا بنكتشف لعيبه. هل اكتشفت لعيبه النهارده؟ هل في لعيبه قادره انها تمثل منتخب مصر بشكل اساسي؟ وانا شايف هي نفس الاسماء، وهو باستثناء بس ان عمرو ورده بدا ياخد مهام بحريه اكتر، وبصراحه هو اثبت وجوده. اما بدون ذلك فما فيش اي جديد بالنسبه للمنتخب. طيب خليني اسال حضرتك بقى ونروح مع بعض للمباراه القادمه للنادي الاهلي قصاد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي يمكن او ان شاء الله باذن الله يرجع بها النادي الاهلي ببطاقه التاهل للدور النهائي لدوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء ده يعني فيه خطوره قد ايه على النادي الاهلي؟ شفت وفاق سطيف في لقائنا هنا معاهم، اللقاء اللي انتهى بهدفين للا شيء لصالح النادي الاهلي، شفت ايه هي نقط القوه والضعف في الفريق ده؟ وايه التخوفات اللي عندك من اللقاء القادم ان شاء الله يوم 23 اكتوبر؟ بصي، رغم ان كان النادي الاهلي كان عنده فرصه ان هو يحرز اهداف اخرى ويبقى يخرج ويضمن على الاقل اربعه او يلعب مستريح هناك. بالظبط. لكن انا مش خايف على النادي الاهلي لسبب، النادي يختلف عن اي نادي تاني في ان هو لما بيكسب حتى لو كسب فرق هدف واحد فهو بيبقى قادر بروحه القويه وبالتزامه التكتيكي والفني وفوارق الفرديه للاعيبه اللاعبين بيقدر ان هو يحسم المباراه. انا شايف ان مباراه وفاق سطيف هناك الاهلي هيحسمها يمكن وهيتاهل للنهائي. اولا عندهم نقطة ضعف عندهم في خط الظهر بالذات لا استغلها في اللقاء الاول. طبعا وليد سليمان ما شاء الله في اوج مستواه دلوقتي وعمله. ميزه النادي الاهلي عنده صناع لعب بيجي من تحت كويس قوي، بيروح ما بيعتمدش على الفرويد الصريح، بيعتمد على اللي جايين من تحت، وبدليل ان معظم اللي سجلوا اهداف للنادي الاهلي الفتره الاخيره كلهم جايين من تحت، مش المهاجم الصريح. وده عنده اكتر من حلول ترجع طبعا لتميز وتفرد لعيبه الاهلي المهاري والفني والتزامهم الخططي والتكتيكي. حارس المرمى عندهم في فوكس تيم برده مش بالقوه اللي هو يقدر يتصدى لهجمات الاهلي المتتاليه. هم عندهم بس عندهم صانع العاب كويس، عندهم خط وسط كويس، حتى الفرويد ما بيخلصش، عنده مشكله في الفينش في انهاء الهجمات. النادي الاهلي ميزته ان هو ما بيفكرش في الخطوه التاليه الا لما بيخلص المرحله الراهنه. اعتقد ان الاهلي هيقابل الترجي، يمكن الترجي قدام اول اغسطس اتغلب 1-0، لكن الترجي قادر ان هو يعوض هناك. هتبقى مباراه صداميه من نوع الفولاذي يعني زي ما بيقول، بين الاهلي والترجي رايح جاي، هتبقى نهائي قوي.
على النادي الاهلي بقى ان هو يستعيد بسرعه ذاكره الانتصارات الافريقيه وذاكره التتويج، منصات التتويج، ويفكرنا كده بمنصات التتويج ويفرح جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر بشكل عام يعني. صحيح. طيب من امبارح للنهارده سالنا الجمهور، لا ده السؤال ده لسه نازل على طول بعد مباراه المنتخب، صح يا عمر؟ طيب سالنا الجمهور ايه رايك في اداء منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند، طبعا في اللقاء اللي انتهى لصالح منتخبنا الوطني الاول واحرز اهدافه حجازي ومروان محسن. نبتدي من الفيسبوك. احمد ابو العيله بيقول مساء الخير، اداء ضعيف في الشوط الاول وفرص ضايعه، لكن في الشوط الثاني الى حد ما الاداء جيد. ده راي احمد ابو العيله. عبده عماره بيقول عادي، لسه الحكم في ماتش زي تونس، وفي حاله لا قدر الله غياب صلاح هنشوف هنقدر نعمل ايه. خالد حجازي بيقول بصراحه سيء جدا. محمد هشام بيقول الشوط الاول اداء وسيطره لكن اللمسه الاخيره غير موجوده. محمد طه بيقول احنا بنلعب مع نفسنا يا شيما. علي عبد الخالق بيقول اداء متوسط. زينه الاهلاويه بتقول اداء وحش. مليكه بتقول اداء كويس بس لازم نستنى ماتش تونس عشان نقدر نحدد مستوانا الحقيقي. ناصر السروجي بيقول مساء الخير عليك يا شيماء، اداء اقل من المتوسط في الشوط الاول وللاسف لسه ما عندناش المهاجم اللي بينهي الهجمه. علي محمد بيقول الحمد لله على المكسب بس المنتخب لسه محتاج لتعديلات كتير، اللعيبه تركز وتلعب برجوله. احمد عوض بيقول جيد بس التقييم الحقيقي هنشوفه قدام تونس. على تويتر احمد او ايمن احمد بيقول اداء معقول الى حد ما، دفاع في مشاكل لما يكون في ضغط ولسه ازمه راس الحربه موجوده. محمد حمدي بيقول حتى الان المنتخب ما لعبش مع منتخب قوي. ايه بتقول اداء كويس في الشوط الاول وفعاليه ولازم نستنى ماتش تونس عشان نقدر نحدد مستوانا الحقيقي. احمد عاطف بيقول متماسك بس احنا مش هنحكم غير في ماتش كبير زي ماتش تونس. احمد سيد بيقول الى الان مستوى متواضع من منتخب مصر. فارس بيقول اداء ممتاز خصوصا انه اول لقاء خارج مصر. دكتور يسري بيقول حتى الان كويس جدا، بدانا ننسى كوبر الحمد لله. محمد عبد ربه بيقول في تراجع كبير في المستوى. دي كانت اراء الجمهور، واضح ان هي ما تختلفش تماما عن اكيد كل الاراء اللي موجوده للخبراء. حتى شايفين ان لسه لحد دلوقتي منتخبنا الوطني الاول ما بينش او ما ظهرش مستواه الحقيقي بسبب ضعف المنافسين، او يعني زي ما بنقول ان مستواهم الفني متواضع الى حد كبير. وشايفين كمان ان منتخبنا الوطني بيضيع فرص كتيره او ما كانش عنده قدر ان هو ينهي الهجمات بشكل كويس. بص هو اللي يخوف بقى ان احنا ازاي ضيعنا فرص كتير. هل احنا ضيعنا فرص عن طريق عن طريق خططي؟ هل عملنا دبل باس مثلا وروحنا انفردنا بالجون وضيعناها؟ هل عملنا كره عرضيه فانفرد اللعيبه وضيعوها؟ لا لا لا، معظم الفرص مش عشان احنا وصلنا، معظم الفرص هي اخطاء من المنافس، قلشه من المدافع، عدم تمركز جيد، عدم التزام بالمان او بالمهاجمين، فتلاقي كلها. ولذلك كانت مفاجاه بالنسبه للي ضيع فرص. يعني مثلا احمد حجازي ضيع فرصتين النهارده، فجاه كده لقى الكره قدامه فحطها فضاعت، لكن مش هو راسم الهجمه او مش راسم خطه الهجمه نفسها. تريزيجيه عدى من لعيب فحطها جنب العارضه وهكذا. ده ضعف للمنافس ومش اداء خططي. يعني مش اداء خططي لمنتخبنا، بل هو ضعف واخطاء واستغلال لاخطاء المنافس. بالظبط كده. يعني بس خليني برضه اقول لحضرتك ان هي دي كره القدم، لازم نستغل كل اخطاء المنافس اللي قدامنا. حلو قوي. احنا بنبص لقدام. احنا كده خلاص هنكسب قبل المباراه، احنا عارفين ان احنا هنكسب. صحيح. بس احنا بنبص لقدام لمباراه تونس من مباراه سوازيلاند. حقيقي. طيب خليني بقى اروح سريعا جدا لدوري ممتاز بحضرتك طبعا متخصص في الدوري ده، وعايز اسالك بقى يعني سريعا مين تتوقع له ان هو هيصعد ان شاء الله او هيكون موجود في دوري ممتاز الف في الموسم القادم؟ بص هو طبعا ثلاث مجموعات 42 فريق، كل مجموعه 14 فريق. الصعيد على غير العاده، الصعيد السنين اللي فاتوا كان هي منافسه اوحد، فريق اوحد هو اللي بيعدي زي الجونه السنه اللي فاتت زي اللي سلم الاسيوطي. السنه دي طب النظام ده هيتغير تاني صح؟ هيتغير السنة الجاية. 24 فريق. السنة دي في أربع فرق على الأقل في الصعيد بينافسوا على المركز الأول: أسوان، المنيا، بني سويف، التعدين، ثم بقى الألمونيوم سوهاج وهكذا. المجموعة الثانية المجموعة طبعا سيراميكا بشكل متميز، هو القناة على القمة،
والترسانه، الترسانه قادم بشكل كويس قوي، ومعهم اف سي مصر وبقيه الفرق بقى. اما المجموعه الثالثه وهي المجموعه طبعا الجماهيريه اللي واحد 11 فرقه او 12 فريق جماهيري واثنين بس شركاتهم مفارقه ابو هير الاسماء، ده مجموعه بتنافس فيها بشكل كبير جدا، يعتلي قمتها المنصورة رغم تعثره مباراتين متتاليتين تعادل فيهم، إلا أنه على القمة وينافسوا بشدة جدا أبناء الغربية سواء طنطا أو بلدية محلة أو غزل محلة. يعني لحد دلوقتي طبعا ما تقدرش تقول مين هيصعد، إحنا داخلين على الجولة السابعة. بشكرك جدا أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام، نورتنا النهاردة في كلام في الميديا. بشكركم جدا طبعا على حسن متابعتكم لينا النهاردة. أشوفكم بكرة بإذن الله الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم بإذن الله.